بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الصادق الأمين سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل بركة وتيسير في أحوالنا وفي شؤون حياتنا يا رب العالمين. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، نكمل معكم الجزء الثالث من عمل اليوم والليلة، وهو دأب كل إنسان صالح تقي مع ربه ذكرا كان أو أنثى، يريد أن يتزود في يومه وليلته وألا يمر عليه يومه وليلته وهو على غير قرب من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الصالح، الإنسان المؤمن، يسعى في كل لحظة إلى الله عز وجل ويفر في كل لحظة إلى الله عز وجل، ولا يترك لحظة من اللحظات إلا ويحاسب نفسه ماذا عمل في يومه وليلته. وصلنا إلى أن الإنسان خرج في عمله وفي شغله كادا على أهل بيته بعمل شاق أو عمل مريح، على أي حال من الأحوال ذهب ذلك الإنسان لطلب لقمة العيش الذي يوفرها له ولأسرته الكريمة. عاد ذلك الرجل إلى بيته في منتصف نهاره تعبا مرهقا، دخل إلى البيت فأتى بأذكار دخول البيت ولم ينساها، يبحث عنها من يريدها. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، فإن فيها بركة في البيت. ولا ينسى ذلك الرجل أو تلك المرأة أن يسلم على من في البيت، كل من في البيت يوصلهم السلام. ثم بعد ذلك وجد امرأة صالحة طيبة فتحت له قلبها قبل أن تفتح له باب بيتها، فتحت له أسرة بشاشة وجهها مرحبة له ومؤنسة به. دخل عليها وهو مرهق فوجد من تسره نظراتها، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك، ومن إذا غبت عنها حفظتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلنا نعلم علم اليقين أن من دخل إلى بيته وسمى الله سبحانه وتعالى عند دخول البيت تنحى الشيطان ولم يستطع الدخول إلى ذلك البيت، وقال لأقرانه ومن معه من أعوان: لا مبيت لكم اليوم. وهكذا كما نص الحديث عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاءت المرأة وقدمت وليمة الطعام للغداء وفيها ما فيها من صنوف الطعام،
وفيها ما فيها من صنوف النعم التي وهب الله عز وجل ذلك الرجل إياها حتى مدها لكم في تلك المائدة. وأول عمل ينبغي للإنسان أن يهتم به أن يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك المائدة التي حرم منها وحرمت منها أسرة من الأسر التي لم تنل ذلك الطعام الذي وضع في تلك المائدة. ثم بعد ذلك أتوا بآداب الطعام، وآداب الطعام كثيرة، بإذن الله ستكون لنا حلقة مستقلة فيها وسنذكرها بتفصيل. ثم بعد ذلك ينبغي للأب أن يجالس أسرته فيسأل ذلك الولد أين صليت، يسأل تلك البنت هل صليت جماعة مع والدتك، يسأل الزوجة هل جمعت ابنتك معك في صلاتك لصلاة الظهر. كل هذه الأسئلة مما ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يهتموا بها اهتماما بليغا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا ونبهنا جل جلاله وتعالى عظمته بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومعنى قوا أي اجعلوا أولادكم في وقاية من هذه النار، واجعلوا أهاليكم في وقاية وحفظ من هذه النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه النار التي جعلها الله عز وجل لا تشتعل إلا بوقود معروف عندها وهو الناس والحجارة. جل الله صانع الحكيم الذي خلق هذه النار. ثم بعد ذلك يجالس هذا الأب هؤلاء الأبناء ويلاطفهم ويباسطهم ويأخذ بهم من هنا ومن هناك، ويأتي لهم بحكايات، يأتي لهم بطرائف، يدخل السرور على تلك الأسرة. بهذا تكتمل فرحة الأسرة بمجيء ذلك الأب إلى ذلك البيت. خير الناس من تكتمل البشاشة في وجهه إن كان ذكراً أو كانت أنثى، خير الناس من تكتمل البشاشة في وجهه، وشر الناس من إذا نظرت إليه لم ترى في وجهه إلا العباسة، ولم ترى في وجهه إلا الضنك وشتى أنواع الهموم والغموم. فهذا إنسان لم يؤمن بقدر الله وبقضائه الذي جعله الله عز وجل على هؤلاء العباد. من الآداب ومن الأعمال الطيبة الحسنة أن يجالس الأولاد وأن يباسطهم، وإذا دخل وقت صلاة العصر ينبغي له إن كان قد ذهب وأخذ قيلولة، وكلنا نعرف القيلولة هذه النومة التي تكون قبيل الظهر أو تكون بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على القيلولة وقال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قال أهل العلم القيلولة سنة، وتتأكد تلك السنة لمن كان يقوم الليل، لمن كان يقوم الليل ينبغي له أن يقيل وأن ينام كي يتنشط لبقية نهاره حتى يجن عليه الليل وهو على نشاط وعلى حيوية. فإذا أذن العصر فلا ينبغي للأب ولا ينبغي للأولاد الشباب ولا ينبغي للأولاد الذين قد فهموا وقد استوعبوا وقد ميزوا الأمور أن يبقون في بيوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم
نخرج فاصلا ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم ومع صلاة العصر الذي يقول الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فصلاة العصر هي من أثقل الصلوات على المنافقين، كل من في قلبه دخن وكل من في قلبه نفاق وضعف شديد للإيمان فإن صلاة العصر عسيرة عليه، صعبة عنده، لا يحب أن يؤديها إلا بكلف وبشدة. فهذا الإنسان ينبغي أن يراجع حساباته مع ربه سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه بأن لا يصلي العصر إلا في بيت الله عز وجل. فكثير من الناس يتعذر ويقول: قد أتيت من عملي مرهقا فآخذ راحة وأقيل وأنام فيصعب علي الصلاة. السؤال موجه وللأسف: هل يصعب عليك أن تخرج لإكمال بقية دوامك في العشية؟ فإن كان السؤال نعم، فهل تجاهد نفسك بأن تقوم للعمل؟ الجواب أيضا نعم، فينبغي أن تكون الصلاة هي أولى وأحرى وأكمل بأن يؤتى إليها وأن تصلى في بيت الله سبحانه وتعالى. من صلى البردين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردين صلاة الصبح وصلاة العصر، والمراد بها من صلاها في جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي أيها الناس أن نهتم بأعمال اليوم والليلة التي فيها تزودنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا أنسى أن أقول لك: إن حافظت على صلاة العصر في المسجد فحافظ على بقية الفروض أيضا. خرج من عملك، والحمد لله بلدة حضرموت وكثير من بلاد المسلمين كل من يقول لا إله إلا الله يهتم بهذه الفرائض ويهتم بهذه الصلوات. فهم إذا دخل وقت الصلاة أذن المؤذن أغلقوا محلاتهم وهرعوا إلى صلاتهم ولمقابلة ربهم جل جلاله وتعالت عظمته. فلا ينبغي أن يؤخر فرض تعذرا بعمل من أعمال الدنيا، لا يؤخر فرض بأي وسيلة من الوسائل، حتى ولو كان مسافرا فلا تؤخر الفرض زيادة على ما شرع لك من تأخير وتقديم في الفريضة. هذا حال كثير من الناس، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. ثم يعود الإنسان إلى بيته ليلا، فإذا جاء الليل ينبغي له أن لا ينام إلا على طهارة، هكذا سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للرجل وينبغي للمرأة: لا تضطجع في فراشك إلا وقد تطهرت بوضوء الصلاة. وأكمل شيء أنك تصلي صلاة الوتر إن لم تصليها في المسجد بعد صلاة العشاء. أكمل الآداب وأكمل السنن أن تصلي صلاة الوتر. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. كثير من الناس لا يصلي صلاة الوتر إلا في رمضان. صلاة الوتر يصليها في جماعة التراويح فيصلي صلاة الوتر معهم، وإذا خرج رمضان فلا وتر معه.
ولا صلاة نوافل معه، فهذا إنسان يأتي يوم القيامة فقيرا من الزاد، فقيرا من الصالحات، فقيرا من القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي له أنه إن صلى الوتر أن يصلي صلاة الوتر وأقلها 3 ركعات وأقل الأقل ركعة، ولا ينبغي المواظبة على ركعة بل يكملها إلى 3 إن استطاع، وهذا هو الأولى والأفضل. وإلا فصلاة الوتر إلى 11 ركعة سنها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يضطجع في فراشه مؤديا الآداب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأن لا يضطجع على فراشه إلا وقد أخلى قلبه من كل ما يضمره من بغض وكراهية وأمراض على عباد الله المسلمين. فمن كان بينه وبين أخيه شحنة فلا ينام إلا بعد أن يتسامح مع ذلك الإنسان، أو يقول في خاطره: اللهم من آذاني في هذا اليوم فإني أشهدك أني قد سامحته، ومن آذيته في هذا اليوم فنسألك اللهم أن تقذف في قلبه مسامحتي. هذه أحوال العباد الذين اصطفاهم الله عز وجل، لا ينام حتى يخلي ما في قلبه من كراهية حصلت في عمل، أو كراهية حصلت في سوق، أو مشادة أو منازعة مع أحد من الناس. فينبغي له أن يصفي ذلك القلب تماما أول ما يضطجع على فراشه، ثم لا ينسى أن يضطجع على شقه الأيمن بحيث يكون صدره متجها إلى القبلة على هيئة من يوضع على قبره، ونفس الطريقة التي يوضع الميت فيها على قبره، وهذا تهيئا واستعدادا بحيث أن الله إن قبض روح ذلك الإنسان في منامه يقبضها وهو على هيئة طيبة صالحة وهو مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك يأتي بأذكار النوم، وأذكار النوم علمنا إياها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، منها: بسمك ربي وضعت جنبي، وبسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم تسبح الله سبحانه وتعالى 33، وتحمد الله سبحانه وتعالى 33، وتكبر الله سبحانه وتعالى 34 أو 33، وتكمل المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي بالمعوذات: قل هو الله أحد 3، والفلق 3، والناس 3. ثم بعد ذلك تأتي بسورة الكافرون وتقرأها، وسورة وآية الكرسي أيضا تقرأها. كل هذه أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكملت أذكارك لا تنسى أنك لا تنام ولا يغيب ذهنك إلا وأنت تال للذكر حتى تنام. هذا الحال الذي ينبغي للإنسان الصالح المؤمن أن يكون على هذه الديمومة، لا ينام وتزول روحه حتى يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فتطير روحه في مراء طيبة مباركة حسنة، وبدلا من أنه يغتاب في تلك اللحظة أو ينم في تلك اللحظة أو يذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر، فهذا ليس من دأب الصالحين. هذا باختصار شديد لعمل اليوم والليلة منذ
الاستيقاظ وحتى اللجوء إلى فراش النوم باختصار، وإلا فالأمور مطولة لمن أراد أن يتطول فيها وأن يكون من أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم، وأصلحنا الله وإياكم، وجعلنا هادين مرعيين بعين عنايته، والحمد لله رب العالمين.